أنا مبسوطة جدا جدا وبشكر سيادة الرئيس بالمبادرة الجميلة اللي هو عملها لأطفالنا. يعني مصطفى احنا في الأول كنا فاقدين الأمل جدا إن هو يعني ينزل له علاج، والحمد لله إن العلاج نزل واحنا رحنا معهد ناصر، وبنشكر كل الأطباء اللي وقفوا معانا، شكرا جزيلا ليهم، ونشكر سيادة الرئيس شكرا جزيلا ليه، واحنا مبسوطين جدا بالمبادرة دي ومتمنيين من ربنا إن ينزل الأطفال الأكبر سنا. يعني فوجئنا الجروبي بيتصل بينا بيقول إن الرئيس يعني كتر خيره جامد نزل مبادره جميله جدا لضمور العضلات اللي هو من اقل من سنتين لحد سنتين. بصراحه ما اقولكمش الفرحه اللي احنا اتصورنا بيها، قلنا يا ريتنا تبقى نكون نصيب فيها. رحنا فعلا المبادره دي ورحنا هناك، عملوا معانا قاموا بالواجب بصراحه في معهد ناصر وفي مستشفى لجنه التامين الصحي في روكسي. الناس دي قامت معنا بواجب كبير جدا، كل ما يعرفوا ان احنا تبع الرئيس مبادره الرئيس مبادره الرئيس بيعاملونا معامله فيها احترام، فيها معامله بيحسسوك بانسان فعلا كانسان ليك وجود. قاموا معنا بالتحاليل ولجنه طبيه كشفت علينا كانت برئاسه الدكتور هاني طاهر ودكتوره ناجيه فهمي، دول عملوا معنا حاجات كتير قوي، قالوا طب بعد 20 يوم بالظبط هرن عليكم بس يعملوا لنا تحليل اسمه تحليل الفيروسي. فعلا بعد 20 يوم كنا داخلين على العيد الكبير، بصراحه كنا فرحانين جامد جدا. العيد الكبير اول ما جه رنوا علينا فعلا دكتوره ناجيه وقالت تيجوا بكره ان شاء الله عشان نعمل التحليل الفيروسي اللي هو يسافر هولندا. فعلا رحنا وعملوا التحليل، بصينا قالت مطلوب منكم كذا كذا كذا، بس لازم تروحوا المحافظه عندكم في التامين الصحي عشان ايه تبقى تعمل لهم لف هناك عشان تبقى تابع ليه. رحنا فعلا محافظة بني سويف في الهيئة التأمين عيادة السلام، فعلا عملنا تقييم وتم عمل اللازم، وبعد 5 أيام تاني الحمد لله تم أخذ الحقنة وتحجزنا بمعهد ناصر، برضو استقبلنا استقبال كويس وتحجزنا هناك وخدنا الحقنة. بحب طبعا أوجه الشكر جامد قوي قوي لرئيسنا السيسي وأقول له ألف ألف شكر، وربنا يجعله ميزان حسناتك، وإن شاء الله مصر تحيا بيك وتكون آمنة مطمئنة بيك.